باسم بن فيصل الثاني، كما نهني سعيد بن راشد الزعبي. في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام منافسات جديدة وانطلاقة كذلك جديدة وشوط رئيسي يجمعنا وإياكم، ولكن من سيصحبكم بهذا الشوط هو الزميل محمد بن بريك المري. شكرا للزميل محمد بن محمد الزعبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، ما زالت أشواطنا متواصلة لفترتنا الصباحية وأشواطنا المفتوحة لأصحاب السمو الشيوخ، وانطلق كما شاهدتم الشوط الأول الرئيسي بينما هو الثاني في ترتيب أشواطنا لهذا الصباح. وهذا الشوط هو الشوط الأول الرئيسي للجذاع القعدان لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل، ونهنئ صاحب المركز الأول بالشوط الرئيسي الذيبة اللي فازت فيه الذيبة، ونهني سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والتهاني موصول لمضمرها سالم بن فاران. أما في هذه اللحظات أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء نتواصل معكم مع الشوط الأول الرئيسي وأول كيلو متر مقطوع، وأرى في مقدمة الشوط مصيحان لخجيم بن علي الشنجل المري، يسيطر مصيحان على مقدمة الشوط وعلى زمام الأمور، بينما نقلتنا على المركز الثاني لأرى وأشاهد في ثاني المراكز العارض، وتعود ملكيته لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، وعبد الرحمن بن سلمان العتيبي يقوده في عملية التضمير. وفي هذا الشوط نقلتنا على ثالث المراكز لنرى ونشاهد مريف، وتعود ملكيته لمحمد بن صالح المشروم، بينما المركز الرابع أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء يتواجد فيه شاهين لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن الشيب السبوسي، يقوده في عملية التضمير. المركز الخامس الناوي لناصر بن غانم النعيمي، وهذا النداء الأول أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء أكملناه كاملا على مسامعكم، ونعود بكم إلى المقدمة وإلى الصدارة. ففي هذه اللحظات مسافتنا لهذا اليوم هي 6 كيلومترات، ونشارف على الكيلومترين الأولى المقطوعين من مسافة هذا الشوط، ويتبقى 4 كيلومترات أمام المشاركين. وما زال أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء مصيحان في صدارة الشوط وفي المقدمة، واللي قوده في التضمير وتعود ملكيته لخجيم بن علي الشنجل، بينما المركز الثاني هنا العارض لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وعبد الرحمن بن سلمان العتيبي، وقادم من مدينة النعيرية من محافظة النعيرية للمشاركة خصيصا في هذا الشوط، نتمنى له التوفيق. المركز الثالث طماع أيضا، تعود ملكيته لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، اللي قوده في هذا التضمير فهد بن سيف البسعيد الخياري، نتمنى له التوفيق والسلامة أيضا في هذا الشوط الرئيسي. بينما المركز الرابع أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء مريف، وتعود ملكية مريف لمحمد بن صالح المشروم، ولكن ينخطف من قبل جمران، وتعود ملكية جمران لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، ويقوده في هذا الشوط ويدير عملية التضمير حمد بن راشد بن راية، بينما يتراجع المركز الخامس اللي هو مريف لمحمد بن صالح المشروم. ونعود إلى المقدمة والمسافة تنتصف في هذا الشوط الأول الرئيسي. خيرة الجذاع، خلاصة الجذاع، نقوة القعادين الجذاع وضعوها في هذا الشوط ليستعدون هدفا للسباق القادم وللسباقات والمشاركات الخارجية، ومن ثم العودة هنا لسباق سمو سيدي أمير البلاد المهدى. والمقدمة أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء مريف لعلي بن محمد الشنجل المري، وشكرا على المعلومة يا اللي طرشت لنا المعلومة. بينما ينخطف مقدمة الشوط في هذه اللحظات أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء من العارض، الله العارض خطف مقدمة الشوط الأول الرئيسي على حساب الجميع، وقادم من المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في هذا الشوط، الله يا سلام. وتعود ملكيته لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وعبد الرحمن بن سلمان العتيبي، يقول
سعوده في التضمير و2500 متر. يا العتيبي على نهايه الشوط حافظ على مستوى وعلى تقدم العارض، نتمنى لك التوفيق. المركز الثاني في هذه اللحظات، في هذه اللحظات المركز الثاني ارى واشاهد في ثاني المراكز مصيحان لخجيم بن علي الشنجل، بينما المركز الثالث، المركز الثالث ارى واشاهد طماع لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. وايدينا في هذا الشوط فهد بن سيف البسعيد الخيارين، بينما المركز الرابع اول نداء ودخول من قبل المصير وتعود ملكيته لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. والبصير يقود في هذا الشوط سالم بن فاران المري شعار الذيبة اللي أحرزت الشوط الرئيسي قبل لحظات. المركز الخامس نرى ونشاهد جمران، وتعود ملكية جمران لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وحمد بن راشد بن راية. ألفين متر الكيلوين مترين الأخيرين، وافتتحها في هذه اللحظات، افتتحها أيها الأخوة العارض، العارض انتقل بشعار سمو صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود إلى مقدمة الشوط واحتل الصدارة وقادر من هذه من هذا المكان، قادر باتجاه المنصة الرئيسية وإلى الناموس والتهاني والتبريكات تنتظر هناك مع خط النهاية المركز صاحب المركز الأول والفائز بالمركز الأول. الشوط الأول الرئيسي من أقوى الأشواط، مو بسهل هذا الشوط، من أقوى الأشواط. يا سلام يا العارض، 1500 متر انفرد انفرادة ممتازة، انفرادة كلية عن بقية المشاركين بقيادة المتألق عبد الرحمن بن سلمان العتيبي. يا سلام يا سلام يا أبو سلمان، يقود في عملية التضمير. المركز الثاني هناك جمران لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وحمد بن راشد بن راية، ولكن القدوم من المصير تعود ملكيته لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، يخطف المركز الثاني بقيادة سالم بن فران المري. المركز الرابع هناك الشعال، المركز الرابع وتعود ملكيته لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم وعملية التضمير محمد بن الشيب السبوسي، بينما المركز الخامس شاهين أيضا لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن الشيبة السبوسي. ونعود أيها الأخوة إلى العارض، لوحة الكيلومتر الأخير غادرناها. الله يا سلام، العارض يفرض هيمنته في هذا الشوط ويفرض سيطرته على الشوط الأول الرئيسي لسن الجذاع، لسن القعدان الجذاع، ولكن الخوف، كل الخوف من البصير، البصير قادم، ولكن الله الله انطلق العارض، العارض وال500 متر الاخير يا العارض، ولكن البصير قادم قادم، ولكن اتوقع ان الشوط صوت العارض ان استمر على هذا المنوال. العارض والبصير، الخوف الخوف، كل الخوف من البصير، العارض العارض العارض، واهالي المملكه ينتظرون السلامات، اهالي المملكه يشجعونه ويحبونه ويتمنون له الفوز، واهالي الدوحه ايضا يحبون المصير ويتمنى له الفوز. الثلاثمية متر الأخيرة، سلام يا المملكة، سلام سلام للنعيرية، سلام سلام لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، والسلامات إلى عبد الرحمن بن سلمان العتيبي. تهانينا من الميتين متر الأخيرة، تهانينا يا العتيبي، أبدعت في هذا الصباح، أبدعت، وشكرا يا مضمر العارض، أشكرك على هذا التضمير اللي وصلت لهذا المستوى العارض. الله الله، لحظات الوصول، تهانينا وألف مبروك على فوز العارض بالشوط الأول الرئيسي لسن الجذاع، والتهاني موصولة بطبيعة الحال لعبد الرحمن بن سلمان العتيبي الذي نقل السلامات إلى المملكة العربية السعودية. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني وصل فيه المصير لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. المركز الثالث جمران لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. المركز الرابع، المركز الرابع شاهين لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بينما المركز الخامس أصبح من نصيب الشعال لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم. تهانينا وألف مبروك لجميع الفائزين بالعشر المراكز الأولى، وحظ أوفر لمن لم يحالف الحظ في هذا الشوط
وخيرها في غيرها إن شاء الله في الأشواط القادمة. أما في هذه اللحظات الشوط الأول الرئيسي للبكار ذهب إلى الذيبة وتعود ملكيتها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، بينما اكتملت فصول الشوط الخاص بالشوط الرئيسي الخاص بالجداع قعدان وفاز كما تشاهدون على شاشة التلفزيون العارض، وقطع مسافة 9 كيلومترات العارض في 9 دقائق و24 ثانية وست أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، والتهاني موصولة إلى عبد الرحمن بن سلمان العتيبي المركز الثاني، كان من نصيب البصير وقطع مسافة 6 كيلومترات في 9 دقائق 28 ثانية و17 جزء من الثانية. تهانينا وألف مبروك لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، والتهاني موصول إلى سالم بن فاران المركز الثالث. ننتظر لحظات وصول المركز الثالث جمران، قطع المسافة جمران في 9 دقائق 32 ثانية و14 جزء من الثانية. تهانينا وألف مبروك لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز.